لا ده انا النهارده ليله مباركه، كله محمدات. يا محمد بتسالني انا اسمي عطيات ولا ده فبركه؟ لا انا اسمي عطيات، بيدلعوني يقولوا لي يا طاطا. اولا بحب اسمي جدا، وامي سمتني كده، كانت مستنيه ولد، فلما جيت بنت قالت عطيه الله، فسمتني عطيه الله، وانا فعلا اسمي طاطا. احمد عمر بيقول لي مين الجان يعني اللي ممكن امثل قدامه؟ انا ممكن اجيب وجه جديد لسه ما اشتغلش خالص وامثل قدامه على فكره، لان انا برضو في بداياتي عملت امراه وخمس رجال، كان معايا لسه محمد سعد عامل خمس مشاهد، وكان معايا ياسر جلال كان عامل خمس مشاهد في نفس الفيلم ده، وانا اللي جبت الاثنين على فكره. فعايز اقول لكم هو نجوم كبار جدا، ممكن اجيب وجه جديد واعمل معاه فيلم او اعمل معاه مسلسل. هي ايه يا حبيبتي؟ يعني قايل لي الشتايم ازاي؟ يعني اول ما اشوف رامز بيعمل فيا المقلب ده اقول له هات بوسه من بقك؟ ما هو لازم اشتمه. كنت عايزاني اعمل ايه عشان يبان الكلام؟ وانا ببقى مركزه في الحاله دي، هو الانسان وهو بيموت او بيحصل له اي حاجه مصيبه من دول، زي موضوع الاسد مع هاني رمزي برضو ده، يعني وموضوع البحر وحاجات خطيره زي كده، اقول لهم ايه؟ يا حلوح قلبي الله بيديني بوسه من بقك يا ماما. الفرنساوي بعت لي سؤال لذيذ جدا، بيقول لي ممكن تتجوزيني؟ يبقى خلاص تروح تطلب ايدي من محمد الدراوي جوزي، قول له انا عايز اتجوز فيفي عبده عشان اشوفه يعمل فيك ايه بقى. يلا بقى، وايوه بقى، ويا امو معاك ربنا. يلا بقى. ريماس بتساليني اذا كنت انا بحب ان انا راقصه. طبعا انا ما اخترتش خالص مصيري، انا لقيت نفسي في الحياه ان انا بحب الحاجه دي، او لقيت نفسي بعمل اللي هو الرقص، والرقص ده شيء مهم جدا وحاجه في التاريخ موجوده جدا، والناس هي اللي بتستقل بالسخريه من كلمه الراقصه، ولكن ما حدش مش اختار مصيره. انا ما اخترتش وانا ما اخترعتش الرقص، انا طلعت لقيت الناس بترقص. في حد بيسالني بتقدري تقاومي الشاورما والحاجات الاكلات اللي في السوق؟ انا عاوز اقول لكم انا بحب الاكل كمان زيكم بالظبط، وكنت ايام ما سايبه نفسي تخينه كنت عشان باكل كتير قوي باكل كل اللي نفسي فيه، بس لو عاوزه شكلي يبقى كويس لازم احافظ اكل ايه وما اكلش ايه، وبتعذب بدور الرجيم عشان خاطر ابقى باللي انتوا شايفينه ده. ايه انا برد على فكره على الاسئله اللي بتبعتوها لي، ما بنقيش، بس انا بنقي وعايزه ارد بمنتهى الصراحه. طبعا اتمنى زي امي ما هي ماتت وهي محجبه، واخواتي كلهم محجبين، بس ده لما يريد ربنا مش انا. انا ما اخترتش مصيري، مصير ربنا هو اللي كتبه لي. ان شاء الله لما ربنا ان شاء الله يريد لي هعمل كده. امل من تونس بتساليني عن مصيرة حياتي، ان انا يعني قصة حياتي يعني اعملها فيلم او مسلسل، ولا يكفيها فيلم ولا يكفيها مسلسل، بس يكفيها برنامج طويل جدا يكون محطة. لو المحطة ما كانتش جاهزة تيجي عشان تعمل قصة حياتي هعمله من الصالون، قصة حياتي احكي لكم انا بنفسي انا عملت ايه، يعني السيرة الذاتية احنا تتعمل كويسة وحرفوا فيها وبتاع، انا لا عاوز اكون صادقة معاكم اقول عملت ايه وما عملتش. يا فيصل اللي انت بتسالني طموحي المستقبليه، انا عايزه اقول لك بطلب من ربنا الصحه اولا، عشان اللي بشوفه دلوقتي الامراض كترت قوي، ربنا يشفي مرضانا وامراض المسلمين وامراض الناس كلها يا رب يا قادر يا كريم، لان انا بتالم بشكل فظيع الايام دي بجد بجد. ربنا يا رب يخترعوا دواء لكل الامراض، والنبي يا رب والنبي يا رب. فاطمه لو جالي دور صغيره في السن، اولا ممكن قوي يعني اعمل حاجه صغيره، ولو مش ممكن فانا اجيب النسخه بتاعتي الاصليه بقى اللي هي مين عزه مجاهد، اللي هي نسختي الاساسيه، تبقى عايزه تعمل دوري وانا صغيره لانها بتمثل، وانا اعمل دوري وانا دلوقتي في عز وقتي وعز سني وعز جمالي، فنعمل هي تعمل ده وانا اعمل ده، وده تكملني لان هي صغيره وانا اكبر منها عشان انا امها. ايه يا عم ابراهيم في اكسري الحياه من شيرين وعمرو دياب؟ اولا عمرو دياب في عز جماله وعز حلاوته، وشيرين في عز جمالها وعز حلاوته، وانا باذنك يا رب ربنا يطول في عمري في عز جمالي وعز حلاوتي، عاوزه ايه تاني اكتر من كده؟ عاوزين ايه تاني ممكن؟ ايه يا عم ما تطول بالك علينا، الله هو اكبر اولا في عينك وعين كل اللي ما صليش على حضره النبي عليه افضل الصلاه والسلام. جاي لي سؤال من احمد، هل هو احمد ولا احمد؟ المهم يا احمد، جاب التفاؤل ده منين؟ لازم ما كانش عندنا تفاؤل يبقى كلنا هنموت،
كلنا هنموت بعد اللي بيحصل لنا، فربنا لازم يدينا الصبر ويدينا التفاؤل عشان نعيش في الحياة دي. يونس انت بتسألني مين احسن واحد اقدر ارقص على اغانيه، انا برقص على كل لحن احس اكون حساه وحباه برقص على الاغنيه، بس طبعا لما اكون سلطانه بام كلثوم. ايه حسن بيسألني مصدرك فلوسك من الرقص؟ جنبي مصروف جوزي ليا من الرقص، امال اجيبه منين؟ من الرقص اللي قدام الناس طبعا، ما اجيبه منين؟ مازن انا تبع الباير ميونخ المانيا، طبعا انا باركت لهم على فكره ومتابعين حسابي، انا بتابعهم لان هم طبعا انا فرحت جدا بالفوز ليهم وهنتهم، وهم كمان تابعوا حسابي على اساس ان انا بتابعهم، وطبعا انا بحب الكوره جدا جدا قوي بقى، ويلا بقى ويلا سخ يلا نار نار نار. ايه يا عم مصطفى ده انت بتدبقني بقى، يعني ايه ما اديتش في ناس كتير عملوا البرنامج وما شتموش؟ ازاي ما شتموش؟ ما فيش حد طلع في البرنامج وما شتموش. وبعدين كنت عاوز، انا من نوع الرد فعل كل واحد ليه رد فعل مختلف تماما، انا رد فعلي لو حاجه حصلت لي زي كده اكيد ان انا هشتم، امال هعمل ايه؟ اقول له ثانك يو والله انت كنت لطيف قوي وجميل قوي. ازاي يا عم مصطفى؟ طب نفسي انت تقع في ايد رامز، يا رب بحقيقه جاي النبي تقع في ايد رامز يا مصطفى. يا في حد بيسالني ازاي اتعلمت الرقص؟ اولا لازم اكون موهوب عشان الرقص، والرقص ليه قواعد، وانا موهوبه بقى اللي انا بعمله مش اي حد تاني يقدر يعمله لان انا مميزه بيه، وعشان كده اتشهرت وبقى ليا شخصيه اسمها فيفي عبده، اللي اذا كنتش مميزه فيها ما كانش هيبقى ليا شخصيه وابقى مشهوره كده. لازم يكون الموهبه من عند الله، ان يبقى عندك موهوب تطلع الفن اللي انت عاوز تطلعه. هبه بتساليني احلى هديه جاتني، طبعا احلى هديه جاتني ولادي الاثنين ما شاء الله لا قوه الا بالله، والاسره اللي انا فيها اللي بيحبوني اهلي كلهم، وحياتي اللي انا عايشاها وحبكم ليا طبعا ده احلى هديه عندي. يعني بكلمك بمصداقيه، عايز اقول لك في حاجات كتير جات لي بس مش عاوزه بقى العفش والموبيليا والمش عارفه وليه والعربيات كل ده كلام فاضي، كل ده متساب، لكن ايه المهم اللي جالي ومأثر في قلبي قوي؟ حب ولادي. ايه يا مندو ده سؤال تساله انت بتصغري؟ ما انا صغيره وانا كبيره يا مندو، مين اللي قالك ان انا كبيره؟ انت مين اللي قالك؟ اللي بيكرهني هو اللي بيقول ان انا كبيره، لكن انا مش كبيره، انا كبيره في المقام لكن انا صغيره بروحي، وانا صغيره جدا بروحي، وانت شايفيني عامله ايه؟ بحبكم قوي. يلا بقى وسدوا الله هو اكبر خمسه وخميسه بصراحه بقى، الله هو اكبر الله هو اكبر الله هو اكبر يا مندو. موا بس انت عاوز تشتغلي معايا عشان حالتك ميؤوس منها؟ ليه ميؤوس منها؟ لا يأس مع الحياه ابدا، ربنا بيحب عبده اللحوح، اطلبي من ربنا ان شاء الله يبعت لك الرزق كله باذنك يا رب، وتفائلي خير، اوعي ليه ليه؟ وتشتغلي عندي اشغلك ايه عندي؟ قولي لي تشتغلي ايه؟ طب قولي لي ابعتي لي قولي لي عاوزه تشتغلي ايه؟ ولا عشان بتحبيني عايزه تبقي جنبي، انت عاوزه ايه؟ لكن شغل تفائلي الخير باذنك يا رب، ربنا ان شاء الله يديك كل خير. عايزه ابراهيم بعت لي عايزين ندلع الدلع، بعد ان شاء الله ما اعمل دلوقتي معاكم في تويتر هخلص وندلع الدلع، لان بصراحه انتوا ما بتحبوش الا ندلع الدلع بصراحه، وانا بحب كده كمان معاكم ان شاء الله هندلع الدلع. يلا بقى وايوه بقى. مين اللي بعت لي كده انا مش سامعه؟ امنيه. امنيه بتقولي لي بحب السيسي؟ ده انا بموت فيه وبموت في جدعانته، بحبه لحب مصر، بحب مصر جدا 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 جدا، بكره تسمعوا تعرفوا كلامي اللي بقوله لكم، الراجل ده بيحب بلدنا جدا جدا جدا، ما كانش محتاج يبقى رئيس جمهوريه، هو كان عنده برستيج وعنده، لكن ده بحب البلد دي، وكل الرجاله الموجوده بتحب البلد دي. ايه بتقولي لي عايزه اعمل خمسه اموال للرئيس؟ الرئيس طبعا اعمل له كده تحياتي واعمل له كده. فري بعت لي ايه رايك في البنزين غلي؟ ما قلنا لك كل حاجه غلت، وبعدين هو انا بشتغل بالبنزين؟ انا عايز اقول لك يعني انت فول براحتك، اللي مش قادر يفول ما يفولش، عايز تروح مشوار ما تدفع، حط لو جالك فيلم على مزاجك وعايز تشوفه مش هتدفع له خلص. نرمين انت بتساليني عاجبك اللي احنا فيه؟ مش فاهمه قصدك ايه؟ ايه اللي احنا فيه بالظبط؟ انت في ايه؟ انا مش عارفه، قولي لي انت في ايه وانا ارد عليك.
عاصم، ايه السؤال اللي انت بتسألوه لي ده؟ ايه اللي بتقولوا لي ده؟ انت سكوتك خالص، ما سمعتش صوتك. اسكوزمي اسكوزمي اسكوزمي، ماليش فيه ماليش فيه ماليش فيه ماليش فيه. انجوي انجوي انجوي. يا حودة يا محمود بتسألني اتعلمت الانجليزي فين؟ الانجليزي طبعا اتعلمته براتيك، لان انا بتعامل مع اجانب عشان انا برص على مستوى العالم كله، فلما بيجي لي الاجانب وبيتعاملوا معايا فلازم اتكلم معاهم براتيك، لكن مش قرايه وكتابه يعني، بعرف بس فيسبوك الانستجرام الحاجات كده في الميديا بس. بحبك قوي موها. طبعا انا اتمنى ان كنت اعمل الجزء الثالث لكيد النساء، لكن انا عملت يانا يانتي كان انجح من كيد النساء، بس اتظلم جدا وما اتشافش كويس. يانا يانتي بيتفرجوا عليها تلاقوه حلو جدا بس اتظلم، او هم ظلموهولي يعني بالمعنى الاصح. لكن دلوقتي طبعا كيد النساء اكيد ان الابطال اللي كانت فيه دلوقتي كل واحد منهم بيعمل مسلسل لوحده، وده الغلط. انا ما بحبش كده يعني، ليه ما يكونش بطوله جماعيه عشان كل الناس تتشاف؟ بحبكم. رانيا بلبنان، اهلا بلبنان واهل لبنان. عايزه اقول لك يا رانيا، طبعا انا كنت اتمنى ان امثل مثلا مع، يعني انا مثلت مع ناس كتير جدا، بس كان نفسي اكون ايام ما كان موجود نور عمر الشريف كنت اصور معاه، يعني عمر طبعا راجل لا يعلى عليه. يا نانسي بتساليني سؤال ان انا بشتغل مع سمية، طبعا انا بشتغل من غيرها وهي بتشتغل من غيري، وممكن اتقابل مع سمية ومع اي حد، انا ممكن اشتغل مع اي حد طالما شغل مناسب اعمله، ما بيهمنيش انا خالص، هي لوحدها انا لوحدي، مع حد تاني اعمل على طول. بحبك يا نانسي. نهال يا عمر بتساليني برضو السؤال اللي سالته من شويه، ان انا هرجع اعمل دراما. طبعا انا ما اقدرش استغنى عن الدراما، طبعا هرجع اعمل دراما ان شاء الله في رمضان، في رمضان جاي، ويمكن بره رمضان كمان ان شاء الله باذنك يا رب. ايه يا عم فرنساوي وانت تتكلم بس فرنساوي؟ اوكي كويس. ايه بتكبري ولا بتصغري؟ اولا السن، الست ملهاش سن. كل انت شايفني عندي ايه، او انا ببقى عندي ازاي. انا بحب الحياه وبحبكم جدا، وما تفكرش في السن، فكر ان الست اللي قدامك دي تساوي ايه بس. احمد الله هو الله هو اكبر عليك، انت نقر الحصان اللي ورا ده، بسم الله ما شاء الله، اكيد طبعا جايبه لي بنتي في عيد ميلادي. بحبك قوي يا مريم بتسالين. بحب الباير الالماني لان هم بيتابعوني، واللي عاوزني احبه يتابعني عشان احبه، وعايزه بحب اللايكات قوي يعني، اعملوا لي لايكات هتلاقوا مني كل ما هو جديد، مفيش لايكات ستوري. اسكوز مي اسكوز مي. واحد بعت لي اسمه كان حساس، يا مش ده حساس، ده انت حساس حتى. اتوب عن مقلب رامز، ده شغلي طبعا، وانا متعرضه ان انا لما يجي لي برنامج مش هقدر اختار اروح فين وما اروحش فين، وهم دايما بينقوا المقالب فيها حوطانه كده شويه. بحبك قوي، يلا شد حيلك. بيسالني انت بتحب يعني ممكن اغني؟ اه طبعا انا بغني وبرقص، وعندك انا حره ما بحبش دره على اليوتيوب، بتقدر تتفرج عليها على قناه مزيكا، انا حره ما بحبش دره، اتفرج عليها واسمع صوتي وقيمه وقول لي ايه رايك فيا في اللقاء التاني ان شاء الله، تقول لي انبسطت من الكليب ان شاء الله، انا حره ما بحبش دره. محمد السبكي بيسالني انت ما عملتش حاجه في الاذاعه؟ هي دي اللي ناقصه الاذاعه، ان انا اخش الاذاعه واعمل فيها مسلسل بصراحه، او اعمل برنامج في الاذاعه. لكن طبعا ايه السؤال التاني؟ السوشيال ميديا. الميديا، السوشيال ميديا ده ليه قصه وحدوته بقى وموضوع، هي الصدقه الوحيده دي، عشان كانوا بيموتوني كل سنه او كل كام يوم يموتوني، كل ما اقول مسافره يموتوني، فقلت لهم بقى انا كل يوم على قلبكم. بس انت بعتقالي بتقول لي انت عارفه نفسك الهرم الرابع، الاجانب بيسميني الهرم الرابع على فكره، كانوا لما ينزلوا مصر يقول لهم عايزين نتفرج على الهرم الرابع اللي هو فيفي عبده، فده كان شيء فخر ليا ان كل المسؤولين كانوا بينزلوا مصر الاجانب عشان يتفرجوا على فيفي عبده، فطبعا مسميني كده ومسميني الهرم الرابع. هيا ايمان بتقولي لي عملت ايه في العمره؟ اتعبت زي ما كل الناس بتتعبت في العمره، وعقبال ما ربنا يكتبها لك زي ان شاء الله، وتروحي وتجربي وتدوقي حلاوه العمره وتتمتعي زي ما انا بتمتع، الحمد لله رب العالمين، ربنا يكتبها لي دايما يا رب، والنبي قادر يا كريم يا رب.
محمد عاوز نعمل حفله في طنطا، انا هاجي اعمل مسرحيه وارقص في المسرحيه ان شاء الله، وابقى معاكم في طنطا في كل البلاد المصريه وكل العالم ابقى فيه زي ما بطلع كده وبمثل مصر. انا هاجي في المسرحيه وتشوفني وابقى موجوده متواجده معاك في طنطا. مدد يا شيخ العرب، طبعا بحب طنطا جدا، ومدد يا شيخ العرب في طنطا، وناس طنطا ناس طيبين جدا، بحبكم قوي. محمد انت بتحلفني ببناتي، بس بتسالني بتقول لي ممكن تمثل معايا، لو انت موهوب هتمثل، لو انت مش موهوب صعب قوي، لان الموهبه دي لازم يبقى البني ادم ربنا مديله موهبه، بس دي موهبه التمثيل. بس انا وعدك لو بعمل حاجه انا اعمل ورشه وان شاء الله تتقدم فيها، واذا انت تنفع هخليك تشتغل معايا، وانت حلفتني بولادي ان شاء الله يبقى ليك حظ معايا، بحبك قوي، ربنا معاك. كريم شوشه، ايه ده يا لهوي، ايه ده يا خرابي، ايه ده يا لهوي يا لهوي. بسنت، بسنت بتقولي لي عندي خمسة ايباد، عايز اقول لك الصراحه بقى 10 ايباد. ليه 10 ايباد يا بسنت؟ لاني طبعا النور وحش جدا، لاني اما بيخلص ايباد بيبقى الصور كله عليه كتير جدا، عشان انا ما بلحقش اخلص انزل كل حاجه في وقتها، فعندي 10 ايباد عايز اخليهم 15. انت بتسالني يا محمد احلى اسم بتقلي، طبعا لما تقلي بحزمني البهدوره، وانا من هنا ورايح حمدل كله ان انا البهدوره فعلا، لان انا ده تقلي فحزمني، جيبه وحزمني وهي بتقول البهدوره البهدوره البهدوره، هي دي بحزمني انا البهدوره. اسحاق بعت لي، اهلا يا اسحاق ازيك، بعت لي ان مين اللي تعملي له بلوك. بصراحه طبعا انا اللي بيقول اي كلام ما بردش، لكن ممكن اعمل بلوك لاصحابي اللي انا وزمايلي اللي انا بعمل لهم كومنتات وبيطنشوني، لما يطنشوني اقول لهم مع السلامه بقى، انا بفيدك مش انت اللي بتفيديني، شكرا، ان الله مع الاورفار. يا عمرو انت بتسالني سؤال، طبعا ده تاني مره يعملها فيا، اول مره كان الميه طبعا وانا ما بعرفش اعوم، وتاني مره المقلب ده، بس عايزه اقول لك ان ربنا يعني خلاني قابلته وخدني بالحضن وقال لي ما تزعليش مني وانا بحبك وبحترمك، فخلاص نسيت كل حاجه، بس اعمل ايه؟ يعني انا بحبه فما اقدرش اكرهه، هو واخوه، وعلى فكره ببارك لاخوه لاني ما شاء الله ياسر جلال الله هو اكبر عليه. بتساليني اخر حاجه قريتها ايه هي؟ انا قريت المصحف لان كنت في رمضان طبعا، وده شيء مهم جدا، بعدين ما تقريش حاجه. شنشي كودا، شنشي كودا اهو نطقت اسمك، ايه يعني صعب ان انا انطق اسمك؟ لا اديني اي حاجه وانا شوت بقى، يلا بقى وسك على البوك وخلص الليله، بحبك قوي يمه، اسمك صعب قوي وحش، ايه ده؟ مشاري بيقول لي ايه سر طيبه قلبك؟ اولا طيبه القلب دي الانسان بيتخلق بيها، مش ممكن تبقى طيب الا اذا كان ربنا خلق فيك الطيبه، ويا ريت الشران يبقى طيب، والله العظيم اكسب حاجه، اكسب حاجه الطيبه، عارف ليه؟ ربنا بيكافئ عبده كويس، عبده الطيب، الودود، الاخلاقيات مهمه جدا جدا جدا، تاكد ان كل ما تعمل ده كل ما ربنا يديلك طيبه قلب احلى ووش احلى وجسم. انا بشكركم بقالي ساعتين ونص معاكم على تويتر، متشكره جدا ليكم على اسئلتكم، اتمنى ان دايما لما تكونوا معايا اونلاين اللي بيخطر على بالكم قولوا لي. طبعا انا اسفه جدا مش كل الاسئله قدرت ارد عليها، لان يعني بقالي ساعتين ونص بتكلم، لكن ما قدرتش ارد على كل الاسئله اللي اتبعتت لي. اتمنى في اللقاء الثاني ان شاء الله تبعتوا لي كل الاسئله اللي ما ردتش عليها عشان ارد عليها. بحبكم جدا، مع تحياتي وتحيات تويتر، بحبكم قوي واتمنى اشوفكم دايما، بحبكم خمسه ما في بعض.